الأقمار الصناعية من بنغازي العقيد ونس العرفي مدير جهاز الحرس البلدي ببنغازي. بداية أهلا وسهلا بك سيادة العقيد. أهلا وسهلا، مرحبا بك. في ظل هذا القرار الذي يعتبره البعض ربما قرار أتى فجأة وبدون سابق انذار، حيثيات هذا القرار وربما السبب الذي جعل حرس أو الحرس البلدي أو جهاز الحرس البلدي في بنغازي اتخاذ مثل هذه الإجراءات والإصرار على إصدار تراخيص للمحلات أو المحال التجارية وأصحاب الأنشطة التي لم تصدر أي تراخيص منذ فترة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، بداية نحب نوضح أن من خلال تواصلنا مع سيادة العميد أحمد العربي عميد بلدية بنغازي ولمتابعة مشاكل المتعلقة بالمدينة وظروف الحرس البلدي وإصراره على وحرصه أيضا على ضرورة قيام الحرس البلدي بدوره كاملا لخدمة المدينة والمواطن. نعم، خلص هذا الأمر إلى قيام يعني حملة مكثفة نتيجة لتراكم هذه المخالفات في مدينة بنغازي على مدى السنوات الماضية. العديد من المحلات الجديدة والأنشطة الغير مرخص لها، العديد من المحلات أو الأغلبية انتهاء مدة سريان تراخيصها، كثرة المخالفات في المدينة، يعني قررنا القيام بحملة مكثفة ل يعني تنفيذ قوانين ذات العلاقة بالحرس البلدي. نعم. قمنا أولا بإصدار هذه المهلة أو بإعطاء هذه المهلة لمدتها 30 يوم اعتبارا من يوم أمس لكافة الأنشطة أصحاب الأنشطة الاقتصادية والتجارية. نعم. والحرفية أيضا لضرورة إتمام إجراءاتهم القانونية وإصدار تراخيص، وهذه المدة أعتقد أنها كافية جدا لاستيفاء جميع الإجراءات المطلوبة واستخراج تراخيص. طبعا فيها باستثناء طبعا المحلات اللي هي لها علاقة مباشرة بالصحة، إذا ما يعني ما توفرت فيها الاشتراطات الصحية أو فيها أي خلل ما لها يعني ممكن يأثر في الصحة العامة أو في خطورة على الصحة العامة اللي هي القصابين الحلاقين مثلا المطاعم والمخابز. نعم. ولا ننسى صيدليات أيضا، هذه لا توجد لديها أي مهلة، سيتم قفل أي محل من هذه المحلات أو هذه الأنشطة يعني من قبل دوريات الحرس البلدي فورا إذا ضبط مخالف لهذه الاشتراطات. نعم. لأن أي خلل في هذه المحلات سترتب عليه خطر شديد على الصحة العامة. نعم، طيب سيادة العقيد، هل لدى جهاز الحرس البلدي ببنغازي قدرة على إصدار هذه التراخيص؟ أنا فهمت منك أن هنالك الكثير ربما من الأنشطة في بنغازي بارست أعمالها بدون تراخيص، وهذا ربما عدد ليس بهين. هل تعتقد أن لدى جهاز الحرس البلدي قدرة على إصدار تراخيص في ظل 30 يوم فقط؟ هل المدة كافية أم تحتاج ربما إلى تمديد في وقت لاحق؟ طبعا جهاز الحرس البلدي غير يعني مخول بأن يصدر أي تراخيص أو موافقات. نعم، هذه من اختصاص مكتب الرخص التجارية في بلدية بنغازي. نعم. بلدية بنغازي. وتم الاجتماع معها اليوم السيد مدير مكتب الرخص التجارية في بنغازي بمكتب السيد رئيس ديوان المجلس البلدي وبحضوره أيضا، وتم طرح الموضوع هذا عليه عشان يسهل إجراءات المواطنين. نعم. وأخذ رأيه في هذا الأمر، فأبدى استعداده أن أي مواطن يتقدم إلى مكتب الرخص سيتم إصدار ترخيص له في أسرع وقت. طيب، هل تعتقد أن مدة 30 يوم كافية لكافة المحال التجارية في بنغازي؟ والله هو المدة أعتقد أنها كافية لمن لديه حسن النية بأن يحترم القانون ويقوم بتنفيذه قوانين السارية يعني المفاعلة حاليا، من لديه حسن النية بأنه سيلتزم بها ويطبقها أعتقد أنها تكفي، المدة هي تكفي لإصدار تراخيص. نعم. طيب. نعم. طيب، هنالك ربما نقطة مهمة يسأل عليها الكثيرين سيادة العقيد. نعم. وهي السلع التموينية الخاصة بالجمعيات الاستهلاكية تباع على الطرقات والآن متواجدة بشكل كثير، بغض النظر إذا تحدثنا عن عوارض صحية معرضة إلى الشمس، إلى الحرارة، إلى الغبار، إلى الأتربة، إلى حتى مخلفات ربما تقام هذه الخيم
البسيطة بجانب ربما الطرقات على أو على الأرصفة، كل ذلك بالإضافة للمخالفة وبيع السلع التموينية الخاضعة للدعم من الدولة وبيعها على الطرقات، هذا تجاوز، بالإضافة للعرض الصحي، إجراءاتكم بالخصوص. طبعا هذا نحن لا يفوتنا هذا الأمر طبعا. نعم. من ضمن خطة العمل اللي نحن نقوم بها حاليا إن شاء الله، يعني وضعينها في الحسبان هذه. طبعا زي ما ذكرت حضرتك أن هذه السلع المعروضة للبيع على الطرقات العامة تتعرض يعني لعوادم السيارات، الأتربة، أشعة الشمس المباشرة. نعم. وهذه كلها تؤثر تأثيرا كبيرا على مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي. نعم. فمن ضمن خطتنا إن شاء الله إزالة هذه العشوائيات اللي هي على الطرقات واللي تشكل حتى مظهر سيء للمدينة يعني. نعم. بالإضافة لعدم وجود تراخيص لمزاولة هذا النشاط. نعم. ستكون يعني من ضمن أولوياتنا في هذا العمل هي إزالة هذه الأكشاك وضبط هذه السلع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية إن شاء الله. طيب، أفهم من ذلك اتخاذ كافة. نعم. الإجراءات القانونية ضد من يسرب السلع التموينية من الجمعيات إذا كان بطريقة مشروعة أو غيرها وبيعها على الطرقات، هل ستتخذ إجراءات قانونية صارمة ضد كل من يتجاوز حدوده في هذا الأمر؟ بالتأكيد. نعم. ثبت أن في علاقة مباشرة مع الشخص اللي يضبط في الشارع العام أنه تحصل عليها من جمعية ما، سيتم استدعائها واتخاذ إجراءات قانونية. أما بخصوص الجمعيات واستلامها للسلع، نعم، هناك في مراقبة الاقتصاد لجنة مختصة. نعم. من ضمنها عضو حرس بلدي. من وظيفة الحرس البلدي أنه يتحصل على شهادة من المجلس المحلي في المدينة في المنطقة في. نعم. الجمعية يبين العنوان كاملا ليسهل علينا نحن متابعتها عند استلامها للسلعة. نعم. لكي لا تصل هذه السلعة إلى أيدي السماسرة ونضمن وصولها للمواطن مباشرة من الجمعية. نعم. العقيد. نعم. ونيس العرفي، مدير جهاز الحرس البلدي ببنغازي، شكرا جزيلا لك. شكرا.